السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. من البارح والبحر أبوي تحرى معتين عيان، معتين البحر بطريقة ما تتخيلونها، غير نمون غادي البحر. الله بالمستعان، بعد الشاشة روح نضبطها. معتين عيان البحر، هي والله من البارح باليوم، يعني حتى البارح ما حد دش البحر، دشوا الا هني لقرب اللي طولهم مديم حق العشاء البارح ولا وغدا اليوم. حي البحر ما غير نمونه، لا اله الا الله. يتريى الكشات هيون، من هيون الكشات اعتين البحر. يوم الناس سايره طاح البحر وغدا صلاني رقم واحد. بحر ما طايح في موج، ما يندرى بكم قدم، اظني 5 قدم 7 قدم، ما طايح. الصيد وين اخذانا يعتمد على البحر الطايح. فاليوم اللي يكون شيء موج، شيء سمك الغبه ولا في البقعه فيها داري، شوف هاي البقعه اللي هناك كلها فيها داري. بندر هيوم يستوي الموي بحيث لو يعتين، ما يعتين دي يستوي موي 20 قدم و30 قدم وما ادري شو. هاللي طبع المراكب، اللي طبع المراكب عالي الصيد ولا سافل هاي اللي تشوفون مرة، هاي يسمون كل بندر، يعني دار امان. انا استوت الدنيا دار امان يا هذا اللي اليوم وامس من ظهر بترول، من استوت الدنيا والدار هاي كلها برها وبحرها. اليوم نشيت الصبح أغنية أبو أحمد علي بالروغة، يا قمر شوال بالله تعيدي لي بك سعودي، وانت يا المهرة، وانت يا المهرة، وانت يا الحصة المنقاي من عمام وخال ويدودي دونك العالم. من الصبح وفي فلساني ناس مصبح لا إله إلا الله، وانا مصبح ادندن بحالي. ايش اسوي؟ ايش اسوي؟ بعد اصبحنا واصبح المجتمع اشوى الله خير. انه خذ ما قال ابوي ترى بندش البحر، صخ خلاني على عمل بحري، ولا قال بنسير شرق ولا غرب، خلاني هالنمونه. يوم عد ابوي اياه قال يلا 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 عنب واصبر، ما حد قال تدري انه يروح بندش البحر، صانيفه هاي لك العرب. شو الفناتير مازينهن، تتم صوت الطراد حليفهن، كان هاي عاد هي عذرتنا. ايش هاللي انا يدوي وعكر مزاجنا. اي والله حليفهن استاذ مودع فرم بروح العزيزة. والله الاول خبروني ياكلون هبع الفناتير، الاول عاد الاول يوم ما شي ياكل، الاول يوم الاكل يعني يبون يطعمون كل شيء بالاول من الهلاعه.
الاول كل شيء يبون يطعمونه منه. اقول له اكيد لحم هنا معصبه. عرفنا شغلك انا من استحر من الحروره من التين الحروره من التين أطريكم فقط لا تنوي تو الناس خلتم وين ما أنت بعد أبوي أظني شهر عقب شهر أبوي مرحبا كل حين أبوي هلكم مكان ولا تستعيلون أبوي علي حر هذا شيء بسيط يعني برد لا اللي يبي يلبس أبوي لجناس الغليظة لي حين صبر أبوي وقت لبس الجناس الغليظة بعد ماي مزاري ومزاري وكازوة وبوتيل هم بتشوفوا العرب أبوي لبسه المزاري تلطب جب طب جتة إلا نيلي إلا بوصي إلا لارنجي إلا قرمزي هات ساعة تعال بوصي اللي هو أغمج عنا أبو محمد الوردي مرحبا بالشعب يحب صورك ودييم 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 نام لا ودييم الحمد لله يا سيدة بيسد أقولكم والله أنا من بنتيني الحرورة ها إيه لبيس أرى شش عبري بويا فالما شسب ينبهر هيف مايداني الحرورة سمعتوه اللي يقولون عنه ينبهر هيف العم فوز زين هذا محمد ينكله صغيرة؟ صغير ردوا وين مايا بنصوره لكم العنفوز والله غاوي العنفوز لونه ثلاث اربع الوان ردوه ابو محمد في قرقورة ردوه القرقور في قرقورة العرقرقور العنفوز في قرقورة عليكم عزيزين الله الله غاويات رنقهم غاوي غير عاده صغار لو شوي من تهضات مصيرهن التاوى ابو محمد بعد بشيرك نسيت التاوى العودة لكن هاي تب وقت الضيفان حق ابو حبي غريب ولا شيات والله عنبو بالمربة تنزل التاوى هالمثل شوفه يستاهل لك عنبو عفوا كان بياكل هو بروح اكل حسين والله مرحبا بهم امثل الجماعة هاي كلهم كانوا عازمين ابو محمد هناك في ند الشبع عند ياسر بن خدية لكن صوروا من عقب ما صار عنهم النوخذة فنش عاده ياسر خبر قلت ابوي صورته النوخذة يهب فيها معدر عنها لا بتنشر ولا بتنحط نعم ها ما خبرت نسيته واني بخبرك ترى فضل شيء اسمك انت بعد لا 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 لا, لا. مرحبا شوفوا الشعب الفنان مرحبا ايوه يعني كيلو ونص فيه هذا شوف ايش قال خطر عليه يرمس خطر عليه انا شوف مقاسك عدار يوري بي حق عرب قول لي الامر يا رب ابوي حرام ما طاح بطولهم حبوبياه اي نعم شوف ها لو ما بتلقط خير عن هذا يشبه حد من العرب حرمه اذا تشني حرمه تحت البرقع حنمون اصواطها نعم من ايام دين الزايد اي نعم تعق البرقع هنمونه تحت البرقع الله بالمتعان فوق البرقع ما زينها وتحت البرقع هنمونه سطراته والله والله عاد سامحنا يلا على السلام مرخوصات سير انت وين تبع يلا الله يحفظك يا حفظ الرحمن طالعني بعين بغاضه لا الله تنقز بحمره راسك انخلى ما رديت قلب حامد فتش الله راسه ما بين فتش الا على التاوه ملوح والتاوه حاره طع بطنه سوي له ثلب شحم هذا حينه اي الحين هذا برده حال عنفوز عنفوز هذا هل غرب الله تتحرى يعرف رمساتين اي بقول لك سكري هذا السكري احب ارويكم سمك الليمون غير عاده ما شاء الله خير قيسودام يعني طبعا لا لكن شوفوا ايش قال البحر اقول لكم طاح الهلال طاح البحر كامل ولا بسينين احنا كان البحر هناك بعده موي لا طاح البحر الحمد لله
بحر يوم صافي يسليك، شرات البنادم الهادي ولا البنادم بعد اللي نابح منو بيشاهد؟ لا في بر ولا في بحر. هذا ابو صيد، هذا الصيد الحين هلك من صيد. لا ترفع الليل هذا، ايوه شوف دمامين تحسبها صافي من القيوين. لا والله يا صافي من القيوين ما يسوى المن مالهم عن صافيتين من صافينه. صافيه مكبره؟ لوك مكبر طعمه مصلل، طعمه مصلل والله. يعني رعي ابو ظبي، رعي بر المول، رعي البر هذا كامل. الناس يوم تضرب الوصول هم ام القيوين على العيب وفوق الراس هي واهلها. يا غير في الحسمة جاتنا غير عن في الحسمة جاتنا، نحب الحسمة جاتنا ترف ترف وفنان ونعيم. عسب برقوب هناك خيران، الخور جات الخور غير، حسمة جات الرق غير. ها شو نحن وين صافيتنا في هالرق يوم هالنمونة وين بتبي حسمة جعرت بلحة حسمة جيك طعمها لبيب والحمد لبيبة ونعيمة. مرزوق يا مرزوق، مرزوق يا مرزوق، لا تظهرون قدام الثلاجة ويابينكم قدام مرة فرش يتلابط يتلابط للصبكونة قدامكم، جايبين قدامكم وبيسد وبيزيد والحمد لله خيرات الله فضيلة. حب جيشكم البارحي اللي ما يايد لشحمه، ايه لقطناك الجيش المردد والشعم حدث ولا حرج. اما الصافي يا رب البيت، يا رب البيت والحرم، الصافي غادي ابوي من جنز جناز متجن سنامه تحرى سنام حوار، تحرى سنام حوار، شاب شبعان لبن غادي مره يتمسمس ما يبالك. انا شو اقول لك، تحمل ابوي تظهر لنا شيء من صيدكم البارحي. هاك اللي ما يتشاهد مال الخيران وين بليس مضيع عياله. لا نحن ابوي صايدين لك مليحات وسويفيات وشيشات وشو شويه السمك الطيب، السمك الطيب نحن صايدينه وكله عاد سمك رك زين. ايش لك انت؟ سمعت شيوخي، سمعت سمعت شيوخي الاول في الجبره، الجبره الاوليه في ابو ظبي شارع حمدان الله يغفر لها هدايه. يوم حديها نبى من قدام هذا، قالت لا 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 هذا للشيوخ. يا بنت الحلال صبروا، من يدريول؟ يا الشيوخ خذوا اللي يدريول الشيوخ، خذ اللي بخصص للشيوخ. قالت ابوي الحين هذا اللي بقى البيت الفلاني والبيت الفلاني وتتريا الله يغفر لها يرحمها. لين مرة قرب الأذان الظهر وما يحد من هاي لاك اللي هم تخصهم بلودام السنة، قالت أبوي حق البحرية بيعوا وباعوا عادة علها الجنة. هذا شرع متعارف عليه، هو الموضوع ما بموضوع بيزات إن هذا بيعطي أكثر ولا هذا بيعطي أقل. ترى مثل ما بيدفع الشيخ بيدفع العشيري بيدفع اللادم اللي مقير. كل ما في الأمر أن هذا قدر 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 متعارف عليه عند حل الدار، أن يعني كل إنسان له قدرة متعارف عليه بروتوكول. هذا صار في كل مكان يعني، لكن حتى يوصل إلى درجة عزل الودام اللي فيه خير هو الودام كل زين، لكن راعية الدتش ولا راعي المحمل ولا راعي البانوش ولا راعي الطراد يتنقل لنظرة روحه، يدور الكريديسات الأسمان السمك السمين اللي موسمها الشيء الفنان اللي تهلع عليه فلان، حتى لو تكون عومة منشوسة أي شيء يعرفون فلان هذا يتهلع على الشيء هذا يودوا له. الشيوخنا هم اللي يفضلون الشيء الزين اللي حق وطن. شوف هي والله، ونحن اللهم لك الحمد اي والله الحين شوف مثل شوف اللي استوى في الأول الحين نحن نجني ثماره. الشيوخنا اللهم لك الحمد ياثرون على أنفسهم ويعطون شعب، فكل شيء زين لنا، البيت الزين، المزرعة الزينة، الراحة، الوظيفة، الأمن الزين، الشارع الزين، الضمان الصحي الزين، حتى يدي عورتني والله يدي هاي عورت وانا قام تليفون. كل شيء زين مأمنين أهلنا، انتقاء الأكل الزين، نوع العيش الزين، كل هذا أبوي تتنقى وحاطين وزارات. شو اسمها الوزارة اللي تنقون بكل شيء زين؟ الأمن الغذائي، الأمن القضائي. أبنو سمسن عنا زيد والعبيد سنعت لنا أبوي الحكومة، الحكومة مني ولي الأمر هم قالوا أنت يا الوزير الفلاني لازم أنك تنقى كل ما لد وطاب من الدنيا العودة وتيبه من ميوات على حسب المواصفات العالمية، على حسب المواصفات العالمية قدمتها. لا عدا هذا الرمز مال الموظفين عدا ما أعرف الهوايد
قاعد كم من سنه قاعدون من 4-5 سنين والله يا ابوك يني بشدي وعدي هي والله لو في الجهاز كم من سنه 79 تاريخ تعييني 24/12/79 هلال مستانسين ابوي الجهاز والله العيب يا ابو محمد يوم عدى يوم عدى امسات قاعدوني وما مثل ما تشوفون بشدي وعدي حيبه واكسر الداس حيبه واكسر الداس وعصيده واكسر الملاس رقم واحد القو اللهم لك الحمد ليش قاعدوني ما ادري بهم قالوا بس عليك ابوي 37 سنه حشرت لا والله ما كنت ارمسك الايام وايد الحين انطلقت في الرمسة اي والله حيبه واكسر الداس وعصيده واكسر الملاس وما تشي اهم علي قاعدوني قاعد والله ون قاعد تول هو بادي قلنا لهم تول الناس ما ادري ليش قاعدوني لا حول قوة الرواتب القديمه الرواتب القديم القديم والله عقب ما قاعدوني بيومين زادوا الرواتب فليتكم قاعدتوني على الراتب الجديد ما باليد حيله نعم واللي قاعدهم عقب ابوي باسبوعين وثلاث ايام وعشرة ايام كل ابوي على على التقاعد الجديد كل حد يقبض همشة بيزات قدم رساله حق منو قدم رساله لا يا ابوي اخيل اخيل والله العظيم جرح العالم كلها سمعت بعدني اخيل يا ريال ملايين انت عندك اشتبه ملايين الحمد لله رب العالمين عندي العافيه عندي العافيه الاخير عن كل شيء بعد انت حاسد الله اكبر عليك عشيك مطعم بعد لا عشيك في البيت لا 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 لا, لا. عشياتي انا في البيت بغيت ذبيح ولا عشب اللي قدام اللي تباه بغيت سي فود بر فود سما فود جو فود كله موجود بتاكل احسن اكل ها برا في مطعم لا انا مستغرب اللي يقول والله عازم منك في مطعم عازم مني في مطعم ما عندك بيت ما عندك ابوي الرحله دشت الصبح هذه تكللت بالنجاح ولله شي ستين صار خللهن الديحات تبع الحبه وشعر عود ما شاء الله قد كيلو كيلو زين مش خيري واحد وسولي سولي صغيروني بعد مع مردد ولا زين يسوون كيلو زين والله انا احس كان عندك حبوبي للشعر خلاص صار خيار سوني برايم وصل مو زين أنا كرهت شيستين أنا لكن شيز لكن ما شاء الله نفرين يلا يلا شلونها ما شاء الله زين الحمد لله سيرت نص ساعة ساعة ونص سيرتنا كلها ساعة ما كملنا ساعة ما كملنا ساعة ونص تقريبا الحمد لله أنا بقول له هذا أبوك كم تجلس لين الصيد أبوي هالكثر ما حد أبوي إلا النصيب الله مالك الحمد بالنسبة للصيد صيدنا نحن هذا صيد هو مبكد نحن ما بسارين نكد البحر نحن سارين نتسلى ونقدم البيوت بيوتنا وبيوت إيراننا على عدالها أكل أبوي يحصلون داهم أبوي من وراء هذه حسيرة ساعة ساعتين اللي كد البحر غير يختلف اللي كد البحر يختلف فرق السماء على الأرض من اللي كد هاك اللي كد سائر يعني يكد على عياله ويكد يدور بيزات من وراء دهشة البحر لا نحن أبوي لا نسير هل نص ساعة ساعة ساعتين ودامنا لبطون للصاحب والصديق اللي تخبرون تنظفون بطن السمك ولا لا نحن أبوي ما ننظف بطن على ما تشوفه السمك أبوي خالي بدون شيء بس مليحة شوف ما شاء الله من السمن متفتل ها شوفوا هذا اللي يجيكم حبوبي ياه بس مليحة على الشاوة وعلى اسمك ماشي لا كرتم لا ملح لا زاد لا منك لا إليك صافي عاد منهم بهذا حطوا هذا رايك الصلاة عاد شوفوا هذا هذا القرموس والحنبل مال السد مال القاف
ومال السمر. يوم أقولكم كل شيء يختلف طعمه. هذا الله يحفظكم اللي يطعم من هذا الحمة الدابشة تختلف خير شر من 180 درجة. فلذلك نحن يوم نربس نقولكم الرعي سمكة تختلف سمكة الخور عن سمكة الرق. سمكة الخور تأكل سمكة الخور الله يحفظكم تأكل تأكل في الخور الخرط وتأكل البعة والمحار وطحنة الزمان. فلذلك تغدي لحمته عردة. وسمكة الرق تأكل أبوي الربيانة وتأكل القبقوب والشنقوان وتأكل أبويه لزيع. فتغدي الحمت بالحل سمكة الرق تغدي طعمها روحه فنان. ولا هاكي غدي كان شعري ولا صافي ولا ما الخور تغدي يغدي طعمه. نحن ما نستحب الناس تأكله. حد من العرب يأكل حتى لو بترقد أنت قدارك خلك ما يعافون شيء. حد من العرب صير وادينا حلال. لكن نحن ضرينا على السمكة هاي سمكة الرق وما نلقط الدورة منها. فلذلك ما تصلح لنا الصوالح ولا كل شيء يوزلنا بزايين من يوم يومنا. وينك نزلت السمك؟ تعال ياي كره الله تهشي. تعال ياي نزلت سمك؟ ها؟ مش حق انباع. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه قال لكم الحمد لله ان ما نزلها. ايوه هذا هو اللي يقولون عنه. هذا قلنا لكم الحلي افرد غدي اول بالي سمين السمكه ووصل شحمها وتغدي بوي السمكه يفت يندها عن البلح. فلذاك تغدي غير نمونه. ها شوف حمت البطل. قلنا لهم غير ابوي. صور انت صور وطرش. صور بيديك وريولك. يوم غدول عند الله غدول. والله مليون مرحبا. ترى خبرك أكبر كان عاد هني في الخليج عندنا هو اللي سجل. تبارك الرحمن. هاي الهسكرة والبدحة والسولي وبنت الأخدة والصافي والجشة والعريضة على قولة السعودية اللي هو قم عادة نسيته والصافي ما شاء الله. شعن شوف الحمد لله رزق وخير فضيل. اللهم ادمها نعمة فضل من سوال. اللي أقول لكم شعري الخور يغدي طعمه وريحته مصنة قرادري شعري الخور. فلذلك حتى سعرها أغلى وقت المشترى. صافية الرق بعيد أغلى وأخيار وأنطع وألد. لكن حد من العرب كل شيء يوزلهم. حد من العرب كله يوزنهم. شوف اي والله شوف الشحوم. تعال شيبه سلام عليك. ها وين بها؟ قالوا يقولون بساري تضرب مدقيه. بعد لا اشوف المسك بها انا. هاي شيعيا هي نشاب. يقول لي من رابن هود مصور انه بدال ودي هلف. عليك رفجة بتودر هالسمك اللي عليه رضوان من الله. افا سلام عليك. شو اسمك انتي؟ روضة. وانتي شو اسمك؟ انا الله تعابوك. تعالي شو اسمك؟ اي شو اسمك؟ اي ها شمسه انت محمد سالم. والله والنعم اي هاي يدها ساري. احب ناخذش عندنا احنا بنتبناها. وادريه ابوك هاك الاصقع. باخذ لك دراجه. ابوك ما بياخذ دراجه. هذا ابو شقر ابوي بياخذ دراجه رقم واحد. شو قلتي؟ اكيد دراجتين حقها. شو قلتي؟ اي ام الخنابيل. شو قلتي؟ انت انا الله تابوك. دوري الكبيب على زمري فيه. طلع شو اسمه كراويل ورانب لحم ودياي وسمك. انت معلوم 20 سنه الحين ما في معلوم شو غدا. ما زين لفاني. وين هالتيشيرت؟ ها مال الحرب ولا مال ريان؟ ما
مال حرمه هذا انت ريال كيف تلبس هذا محمد ايش الكيس ما ثياب جديد وين ليش يخليني عشان دخان يا رجال حيس ما في رو ارباب اساسي انا المهاري مني يا شيبه عليك ربج تتغدى يا ربري انت لو تشوف السمك بتهول طالع الستوري العشب مدقيه انزيش عليه ما شيء ما شيء خلاف يوم نتغدى في بيت هلال هني في البيت هذا ويوم نتغدى الله يحفظكم في بيت قوم مرزوق على حسب اليمعة اليوم نحن بيت قوم هلال ما في الا انا وهو هو يا فريجه وانا تام في بيت قوم ابوه هاي حجرتي انزي فالله يسلمكم عاد اليوم الغدا هناك في بيت قوم مرزوق هم حطوا غداهم ونحن بنشرب غدانا غدانا نحن صورتكم اياهم بعد مسوي نفس الشيء يتيامعون هو على هالنمونه اليمعه يعني هالنمونه اليمعه ايوه ما تو جايين صيدهم شو شو صايدين مرحبا يا مرحبا يا مرحبا ما شاء الله ما ايوه ايوه شوف صيد الواخره شوف ما شاء الله خبار وهامور ما شاء الله وعنفوز ما شاء الله صدنا اكثر عنكم الا من هي قريب وانتم ساكنين وين؟ لين عند الماء عند الماء شو الفايده؟ بعيد اخر الدنيا وايد هو ها؟ هرب الله الهوى لو ما بالهوى ما جيت انت يا ابوي لو ما بالهوى ما جيت انت من هاي الجدار البعيده الله المستعان هرب الله الهوى يا ابوي ما راجع السلام عليكم ابو عبد الله ما زين للبربل هاي اديداس وش بربل هذا؟ ها؟ بربل ما بيسويه ليش؟ بربل بعد غيره بس بربل لا شو هذا؟ هذا كحلي ازرق ازرق ما ادري لا لا بربل ونص بعد والبربل ابوي دبه الحياه فوق الراس ينحط لا بعد عبد الله صغير لابس بربل هي لا لا كلم هذا بربل غامج وهذا بربل فاتح ما علينا منك البربل ابوي ملبوس الملوك ابوي وشعار الفاينل اللي مره ما فوقهم فوق اي نعم ودر عنك نحن ابوي ما مال نحن ما نشجع العنابي لا الزعيم زعيم الزعيم هي نحن زعيم لذلك كله فوق الراس ليش ابن التسجيل؟ خرب الله انت يا ابو قصره ما بهين ابو ساري السلام عليك بسم الله الرحمن صار ما يقدر ليه محلوف عليه ما يصور البلد صريح اسمي شاف هذا ابوي شو نسيته شعر شعري هذا شعر لا لا يا رجال خف علينا وهذا المقلى ما شاء الله خيرات الله كلها زين كل ما تشتهي نفس ايوه عب ما شفت هاي شوف هاي هاي الصافي حرام عليك حرام عليك يلا ندور اخاف لان غالي ولا ما بسخين نزل فيديوهات نزل لي فيديوهات يعني يلا صافي سيدي صبت هاي غني مكسور لا 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 هاي حقي يعني بس من هالشتني هذا الشتني من بيت قوم شيبه شيبه بن احمد زين وهذا ابوي عباره عن فلفل مفروم وما ادري شو ما ادري شو حاطين 90% حطيت منها هذا العيش اربع حبات شويون العيش وحين عاد بنفت لكم الشعب بخبركم عن اموره وعلومه كلها وهالصافيتين خلاف عاد هاي بنستعمل از سناك سناك يلا اول شيء نبتدي الحين بنخلف سالفه بسم الله الرحمن الرحيم ايوه ايوه هذا قريب فتشه هذا فتشه والله يا ابو كل الموت ما فتشه هذا هذا ها ايوه 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 يا سلام قلت لك من شفته في البحر يرحب كان بينه وبينه صداقه ومعرفه كان بينه وبينه معرفه وصداقه ها لما اقول لكم
زين زين ما يبال كلام. زين زين ما يبال كلام. يا سلام سلم يا حافظ يا حفيظة. شوفوا بتول بتول فيه كل مطرق روحه غير مراود صفد. والله حرام يعني مراود صفد يعني هذه كبد السبيطي هاي كبد اللي حصل كبد السبيطي. شو بعد ترمس ما تبى ترمس. وهذا الراس ابوي روحه يبالي فاقه يبالي فاقه روح الراس يبالي تغني عليه يا ليل. شو هاي تلايل تلايل كبد روحه شارد عني وحب مظهرها ونام سعد وياكم خلاف. يعني كنت ابتديت بالسمك ورديت ارويكم شحمت الراس. شو بالله عليكم هاي شحمت الراس طلعوا هاي كلها شحم. والله يا ابوكم يعني عجبه خلج انها عجبه انها عجبه يا ابوك. والله يا ابوكم اللي ما ياكل السمك ولا يمصمص العظام لأنه ما يعرف للأكل ولا عنده ذوق ولا يرمسني أصلا. اللي ما ياكل سمك لا يرمسني لحد يقولكم حتى ما بقبل رسائل ولا يرمسني. شوف الله عليكم الله يبوكم ينهى الغناء بعينها الغناء أحسن عن زوما عن الله تأبو زوما. أقولكم هاي أبوي هدية جاية من عند هزاع بن عبد العزيز بربيع. هزاع بن عبد العزيز بربيع مطرة شبوي هالهدية المميزة الفنانة. شكرا أبوي على الهدية المميزة المرموقة. شي أبوي طرة شبوي خيوط مردعات شي مال شنعد شي مال 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 سجول شي مال خنان شي ريش شي مال كل شيء كل شيء حتى هاي ها ديت حق يوم بتضرب عليك خيل لو شيات ولا كان عند من الكبار بهذه ها ويميع القفازات مطرش. مشكور يا هزاع مشكور 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 بارك الله فيك. مطرش عاد ما بالله حق ابو شقر مطرش ابو حق الشباب كلهم كل واحد شنطه 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 هديه متميزه الا انا ما طرش اللي شريته طرش لهم كلهم الا انا. لا 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 لازم روحي شنطيك حق يا هزاع يا هزاع يا ابن عبد العزيز بربيع المهيري ترى ابوي عليك حق وراكب انك الحق من قمه راسك الى اخر مسقط قدميك انك قصرت به ولا يبتلي ابوي شنطه حالي حال الجماعه. لا والله ما اسامحك ما لا 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 ما باها هاي ما قايلين حقك انت قايل حق هلال بن محمد ومالت مرزوق روحها ومالت احمد محمد سالم روحه والجماعه كلهم وحتى ابو الشيب عبد الطرشيل الا انا ما طرشوا لي. انا ابو هذا وانا ياركم سنين طويله سنين طويله والله ابوي انا ياركم انا ابوي اقرب هاي ابوي في المشرف ونحن بيننا وبيتكم لو افر حصاه كسر جامه دريشك بيني وبينكم الا شويه وين الحرس بيننا وبينكم دهر 40 سنه ونحن متياورين. ابو مهان عليك اضطرت لي حالي حالي طرت لهم عليك حق ما يقصلك لا بر ولا بحر. انا حطيت بوست الحين جايني من حرمه او ريال والله ما اعرف منو اللي هي يطرون ان يعني الحين هذا مش موجود لا ان حين ان يضيف الريايل ما حد يحلف عليه او ان ما تنعقر له ما حد يعقر له ولا ما حد يذبح له ولا ما حد يحلف عليه ولا حين الضيف تنطبخ كلها في المطابخ. لا والله انا عن نفسي اللي اعرفهم وبين وبينهم تواصل كل هالبيوت ان ياهم ضيف نفر او 20 نفر ما طلبوا من المطاعم طباخهم من داخل بيوتهم باشراف امهاتهم وخواتهم وحريم اخواتهم وحرمات البيت كلهم يشرفن يمرون البشاكير والترتيب وهذا كله ترتيب البيوت. هذا الناس اللي انا اعرفهم من كل الطوائف اللي انا اعرفهم نسبه لابو ظبي في ابو ظبي. البيوت اللي من غير انا ما اعرف ان يعني حين الضيف ان ما حد يحلف عليه العشاء ولا غدا ولا عشاء يعني ما حد يحلف عليه هذا ما استوى. هذا انا على ما اشوف بعيني حتى هني بيوت البحر تنعقر لهم الحيران ضيوفهم بيون
شفت كم وكم وانا اللي عايز اصور كل من حد ياهم كان كبير ولا صغير لازم تطيح لذبيحة ايا كانت جنسيته. حتى الهنود يذبحوا لهم جماعتنا. مستغرب من الناس اللي يقولون والله هذا مش موجود. لا موجود موجود يا غير يمكن عند حد اندثر لكن نحن انا اللي اعرفهم وبيني وبينهم تواصل كلهم جذورهم وعلمهم وخبرهم مرايل في بيوتهم من قبل الاتحاد لين اليوم وهم هالضيف وهالكرم وهالخير وهالمعنى وهالترتيب وهال نياهم ضيف الوحشرة ذبحوا ذبيحتين وثلاث وعشر وعشرين في البيوت في البيوت ينطبخن. هالناس اللي أنا أعرفهم إني أنا أعرف حد يمكن يطلبون زيادة من مطعم حلاوة بيكون حتى الحلاوة يسوون فروت سلطة يسوون كراميلا ويسوون كبكيك يسوون الساقة والخبيص والخنفروش ويسوون كل شيء والعصيد بنواعة والخبيص بنواعة هذا نوع من أنواع الحلاوة. هذا عقب لكن حطوا كان على جايينهم ضيف أطفال كان هم ضيوف ذكور أم إناث كان يقولون الحرمة تقول أو أنه هذا ما شيء حينا ما شيء منه. لا والله غلطان يا بنت عمي شيء منه وشيء منه وشيء مكون في كل بيت منه هذا. For me thank you thank you هي والله شيء وشيء اللي يقول لك ما شيء غلطان هذا. يمكن بقول لكم في الحرمة توها معرسة وياي رأي الهضيف ولا شيات وهي داوم وهو داوم وفاتحين بيت ما حد يعني ما أدري والله. لكن البيوت الرئيسية بيوت العوائل اللي أنا عارفهم يعني كلهم ماشيين على السلك هذا لين اليوم ولين بكرة. بقولكم ها شيء شيء أخير عندي هاي الغناء بعينها يوم في الغناء هاي بوهي الغناء وكلها طعها ظهرة أروح يظهر هذا على وين تود ها تودي ها هاي يزنا هذا على شيء طبيعي حقي وهذا حقهم كلهم هذا. من تنشف من الشي مرة النفس تجنع من توالي وصاحب يلحجك المضرة تلقى يوز وقطع مياريه ليتوهصه من الناس حرة ما هو بربيعك ليتخاوي يحسد نسخك الليت يرة ويعيفك نفسه وطاري من الحسد ضيع مقره وحيد ما حد حواليه ليه ما يوردك المسرة لا خير في الربعه ولا فيه الأول لحق منك المبرة واليوم دونك تصفق يديه للضول الهم وتصره ريح فوادك لا تشجيه في خايع من عقب خطرة اكسر هوس وانسى مآسيه الحرة هتعوض بحرة والمنيف تلقى من يعالي. هذا حق شو محمد شو بسوونه؟ هذا صالونه صالونه مازيد للحبة الحين بتفور الدقيقة واحدة بتشب عنا بتخلي يطبخ دقيقة بتشب عنا ها ما شاء الله. وين هاللحم جايكم؟ لا هي من وين؟ الأول ما الأول شو وين شيء ثاني بعد؟ أيوة هذا أبوي اللي وصى عليه للدكتور هذا هن أبويرات هذا فريش مرة شوف شو صدورها يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام توهن مرة طازة الحين شوف شحمته شوف صدرهن شوف هالفدوة كلها شحم ريج هاي عاد فوقه تسوي عليه كبسة والعيش يكون شوية مكيج ممتد الحمه ما العيش ما يغدي نثري شوية تلبجه ملتبت شوية لين شوي غدي شي غدي دواء 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 غرب الله تكشيبه ما شاء الله عليك هبي كفين عادة كم بتحط عليه عيش هذا محمد شوي ليلة وليلة 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 كبر رايبة حليلة ايه
أيوة. لا فلفل أسود هذا لا تخلي، فلفل أسود حب حق المتبوس هذا لا يخلي. أوكي. إذا يخلي هذا لا تخلي هذا. أوكي. زين خل من هذا فلفل أسود حب ولا لا ما يخلي مسمار، شوي جرف عيدان، شوي مثيبة، شوي سنوت. أوكي. وفلفل أحمر وفلفل أخضر، يوم بتشوف هالطرقع رقم واحد يتريحته مرجة. أوكي. حط له المروق، قبل ما تحط المروق حط شوي بزار، لا تكثر بزار. زين وخل اليوم بينضع، لا عق العيش عصفور ما يطلع برا. زين خلي مدفن فيه وخلي ينضع على دوبه شوي، لازم شوي عيش ليل. حط لي ثلاث لوميات، واحد اثنين لومية طلع وسوي ها مردهن بشيء وردهن مرة ثانية على مروق العيش. Thank you. يا حسنا هذا افتح هذا، هذا الله يسلمكم، هذا هذا المالح مال افتح ثاني، هذا مالح الله يحفظكم الضلوع، مالح الضلوع الكبار. شوفوا ما في اي شيء، اللي يغطونه ترى مينن، ترى ما حد يغطيها، خلونا هنمون مرزوم بملحه روحه يسوي ماء ولو بيكمل 10 سنين. اهم شيء لا ينحط لا زعفران لا همك الله ولا هم يحس، بس فلفل حمر بطواله وينرزم هنمونه ويسوي صرابه مالها، لا يسوي ريحه وهي غدي غير نمونه بالحل بالحل مالح البسار. ما حد يسوي شراته، ما حد ما حد في الطعام ما شي شراته، وما يشيخ يشيخون عليه هل بالبحر يعني بالاخص يعني من طرف ابو ظبي من فوق، هذا كلهم هم يسوونه اللي من غير يسوونه رزين يشقون يملحون. لازم الله يحفظكم مثل 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 الشسيف والمدفى والدوسان، يا غير يمل يوم يملح البسار ينشق ويملح وينخدم بهالطريقة مثل خدمة الكبار واليذر، يبيع ويشتري في كل بلح، يبيع ويشتري في كل بلح، يقطعون القطعة بشوية أصغر عن الشف يتقطع ويتبشط ويملح. شو تصورت أنا العاملكم موجود حتى على اليوتيوب فيه، وحين هذا مرة غاية تزاهب، لكن للي يشتهي عادة، للي يشتهي ياكل مالح البسار. بعيد اخير وانطع والد عن كل مالح، بعيد يعني لان ما حد يملح وما حد يعرف طعمه الا الناس اللي كانوا يربينه. والله عليك ما زين هالدعيثيرات وما زين هالمكان، تدرون هالبنيان حمته حول من 40 سنه 37 40 سنه هالبنيان. اي هاي بعد لا ابا يجي ما يجي ذاك نروح برا، ما ابي برا بوها بويا بويا هذا سيء سيء بويا. شو مبدلها هنا؟ شو مبدلها؟ شو مبدلها هنا؟ بيبي؟ انا بيبي ودي خلاص. الحين انت متى يجي من بلاد؟ انا يجي يعني 25 اليوم 25 يوم. متى مره ثانيه يروح؟ التنين سنه خلاص بعدين نروح. ايوه زين بيبي زين ناكل زين؟ آه زين كل زين. الحين حرمة حامل ولا ما في حامل؟ لا. في داخل بطن بيبي؟ لا لا خلاص منك. ليش؟ هذا قبل تنين زوجي بلس سيادة قصارة، بي بابا بيعرف محمد بيعرف. إيه. واتي بلس هذا سيدان سمسة يمسك، هذا أسرة ما سنة كل ساس بطل. إيه. ليش؟ ما أدري. بيبي في واحد ولد واحد بنت. آه. إيه. شو اسم ولد؟ ولد راسي سورة. اصبر 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 ولد راسي اسورن بنت باينا بنت باينا باينا ولد راسي اسورن راشد فرن راسيس راجيش ايوه ولد راجيش فرن ايوه وبنت باينا 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 قبل اسبوعين ثلاث السطوه هذه حتى متي العصر الحين تمشي عليها الارض حاره الضوء تطبخ، والحمد لله حين شوي بردت الدنيا السطوه بارده، لو بتيها رشه حين الماي في الليل وبيغدي في الليل تلقط البحر بارد الاول تقيل الشمس تسطى السطوه حاره تغدي ضوء، لو بتسجيل الماي في الليل البحر يغدي يطابخ. هاو لا مسيرة مدى
فسبحان مغير الأحوال، سبحان مغير الأحوال يا جماعة الخير. والله يا أبوكم يقول لي قبل أسبوعين البحر يطبخ ضوء على سيفه، يطبخ ضوء، تحرى بجدر مفيوح مشغل عليه الغاز، والحين اللهم لك الحمد الأرض بردت والدنيا غدت فنانة. يوم بعد حتى لو شوفوا الخيب غرب الله، أقولكم قووا العفاريت فيها اللي تشوفونه متوه، قووا العفاريت فيها متوه الكرفايف، القو اللي في الدنيا كله فيه. جزاه الله خير اللي مسوي هالتوسعة كلها، اشتغلوا وشغل اللهم لك. والله يا أبوك استغفر الله العظيم، لو تجتمع الإنس والجن ما راموا ويسوون ربع اللي مسوينه ملوك السعودية. لو بتجتمع أمة الثغلين اللي في شرق الأرض ومغربها، مستحيل يرمون ينجزون ربع الإنجاز هذا، ربع ما حد يروم من 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 عناية ونظافة وكنترول ونظافة وأمن وأمان وترتيب. يسد كم هذا الترتيب، روح يسوى ساوي منو يقدر يسوي كنترول على أمم هالكثر، منو يروم؟ يا الله عاد ألت أكله أكلت تنهل طويرات، شو يتغذن عليه هذا؟ الربيان، القبقوب الصغار، شو بقول لك عاد هاي أكلت تجيب العافية، وهاي طيور مهاجرة تاكل من البر والبحر وتغدي الحمتة الدواء، الدواء تغدي الحمتة عاد هذي ما لذ هنا وازين هن عاد يبالهم خدمة، حتى هلا ما يبالهم بعد رمن ممتاز حتى لو بما وملح وأي حد كركمة. يا الله يا الله يا الله يا الله تجيب العافية إن شاء الله عادي جاربن. أنا ياس الحين أحاول أتقرب جداهن، إلا 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 فرن قرب الله اللي ما يعرفك. شو ما زينا أدنى المغرب، الله أكبر وعظم، شو ما زينا. يا الله أقولكم لحمتن تجيب العافية، تصيح ذنيك يا شيبة، تصيح ذنيك، تصيح ذنيك يا شيبة من سعيد عنها. 460 نوع، 460 نوع الطيور اللي موجودة في الإمارات، 460 نوع منهم بحري ومنهم بري، كلهن هالطيور 460، 75% منهن مهاجر، 75% من الطيور هذه مهاجر، يعني مش مستوطن في الإمارات، يصير ويرد، والخمسة وعشرين بالمية هذا أبوي يقيض ويشتي في بلادنا ما يفارجها شبر. هي نعم، ولا 75% يعني مثلا من كل مية طير، من كل مية طير 75% منه مهاجر، والخمسة وعشرين بالمية يقيض ويشتي عندنا. هاي العاد حين ها مناصير اثنين شباب بيوتم هناك، اي وين وين بيانا بعد يا ما يستوي اي من هني هاجر يوصل اشتاء اليزر في الامارات ويبيض ويعيل ويطير بعياله يصير وين يبى خلاص، وشي من هن لا صيفي من يجي الصيف ابوي هاجر يهني يقتات وياكل ويشرب ويصير يبيض في بلادهم، في البلاد شي لين سيبيريا شي لين روسيا شي لين ما ادري وين، طحنت الزمان اخر الدنيا والدنيا مطرجه. البيوت الله يحفظكم، هذا بيت حياة قبيل، قبيل بن عبد الله المريخي، وهذا بيت حياة بن عوضة، وانت سايق وهناك في رجعة حرامصة هاي سيارة تصيروني تو خطفت علي سيارة عيالهم مناصير وشيء منك مزاريع شيء يعني ما شاء الله كلهم أهل الدار من أول البرد اللي هناك غطت على النظر، وانت سايق من كل طوايف طوايف جدة محاربة ورميثات ومزاريع ومناصير وقبيسات ومن كل مكان، لأن كل هال وضبي بالذات في تجانس قوي بين القبائل، متواخذين متواخذين، هذا ماخذ من هذا وهذا ماخذ من، فلذلك تلقط الخوال قبيسات والعمام مناصير، العمام رميثات والخوال
واهر بني كتب عوامر مناهيل من كل ولا تقصير في اي حد انا ناسنا، لكن يعني ما شاء الله ما في عنصريه نحن عندنا في النسب، كلهم متواخذين بعضهم ما بعض، يعني خوص بخوص رقعت السم خصف. نعم الناس كلها خير وبركه، يا غير حد من العرب في شيء من البلادين اللي من غير يجونك عنصريين ما ياخذون الا من وسودان والبمهير ومن كل بقع من كل مكان سكنتهم وحده يتجانسون بعضهم ما بعض تبارك الرحمن، يتواخذوا هذا ياخذ من الشرق وهذا ياخذ من الغرب، المهم عندنا خليط اماراتي قح يظهر نسل رقم واحد، بالاخص هالزمان تبارك الرحمن الشين جليل الله ما كثر الا الزين، لان عندهم حريه الراي حين الاول فقاره يبا ما يبا يوزوه بتعمه شلقه بلقه عريه كسيحه، يعني قاصب زور ياخذها ولا بيزعلون، فتلقط العيال يقول الاكرف والاشوص والاشلق واللي في راسين ولا في عيونه فيهم فص، شو بقولكم؟ الحمد لله رب العالمين راح يتعدل النسل، جليل تلقط واحد شي ويه ما فيه ورمه ولا ما فيه عفصه ولا ما فيه بشطه ولا ما فيه شيء من هالاعواد. وبعد شيء اشياء انتم ما تدروا بها نسيت اخبركم، اللسامي افتكينا من اللسامي الاول اسامي ما انزل بها الله من سلطان، فكونا حين من هاك اللسامي الاول يابسون بدوره وعلعول لاحمدي ما شو بقولكم، لسامي غير نمونه، داني بوشيشه بو خمس بو عشر بو دقه بو نقزه، شو اسامي والله يا ابوك انك تخيل تسال واحد شو اسمه، تخيل تستحي تخبر الرجال شو اسمه، يعني مصيبه، حتى اجدادهم ما يطيعون حتى يخبرون باساميهم، يابسون حد يسمونه يابسون بدوره وعلعون انا ابو غلط الاسامي، والله العظيم انها مصيبه عادي، يعني مش مصيبه عاديه، يا الحمد لله صور وين قابلنك على صور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوي شفتوا يقولك لاحجنا لين بحر يوزة، هذا أبوي لاحجنا لين بحر يوزة، يجود علينا الخيرين بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود، هذا الله يحفظكم، كوفي متنقل بسيارة موجود عدال مركز تم في قياتي، وهذا أبوي عنوانه، هذا عنوانه، واللي يبي يسوي كابتشر من الفيديو، أنا ما بجلس أصور صورة وفيديو لا، هذا اللي بيسوي هذا ابو الكابتشر، مشروع شباب مواطنين مهتمين بالخدمة الزين والشيء الفنان، اول كوفي موجود متنقل في شنتية غياتي وعدها المركز تم وشغلتهم ابوي عندهم سويتات حلويات بانواعها والكوفيات بانواعها بالعصاير كل شيء، الحين بنطور لكم لي مندوب كله، ها هذا ابوي البرش شيء من ابوي ايس تي وشيء عندهم ابوي هذا ايس تي، وهذا بعد من غير اظني كوفي كان ما اعرف له شو، وهذاك شيء بالزعفران بعد حليب، وهذاك بالستروبري، وهذا ملك شيك نوعين نمونه نمونتين، وابدا مطرشين بعد الاكواب، ها اكوابهن والمزاز مالهن والثلج مالهن، ها شو بقولكم ابدا، واللي ابوي يبه يدق لهم تليفون ويجونه برسم الخدمة، أي مكان يكونون بر ولا بحر غبة حالة يزير أي مكان يوصلهم أبوي البوكس ليه مكانهم برا، بالأخص عاد ليايين جدال البحور ويبون الشيء البارد الفنان الغاوية إنهم يخطفون عليهم عند مركز دم أو إنهم يطلبون بيوصلهم لين مكانهم، شفت عرب والله يبوك إني هلع إذا عندي حفلة يجونك يجون يا أبوي درهمك المنقوش يا حبيبي بلاك ما يجونك يجون كل شيء تباهي يوم بسيارتهم عمالهم أوقات الأعياد وكل شيء، الله يوفق راعي المشروع ويرزقه من حيث لا يحتسب، يسد إن يا أبوكم مواطنين وشباب وتوهم مبتدئين والله يوفقهم، هالي يتحدون هاك اليوم أقولكم الأول أول ما طاح الورد
القرنفل والقرنفل، هذا القرنفل، هذا القرنفل، هذا ابوي شرت ولدة القرنفل ليلة ولد تصيح العرب، هذا على ما تشوفونه. واللي يبى ابوي يدق لهم تليفون ويطلب منهم، سد يا ابو كل البربل، بركات البربل، هذا الهدربان كله بركات البلبل، البلبل هذا يقول لك، هذا يسمونه اول شيء كوفي، هذا يحطون من هذا كوفي بس على بس لا لا تكبر زين، ويحطون عليه هذا، شوف شو ما اظهر شليت، هذا سبانش لاتيه زين، بس بس عاد عليه لازم زيد على ابوك، بس انا ابا سترونج. يلا يارك الله شيب، يارك الله. شوف زين ولا لا، ما يبى له رمزه والله، يا ريحته تضرب في خمره الراس والله، يا هالغياتي يا ريال، يا ريال يا ريال، ما يصلح الريال ما يشرب ستروبري الليل، هذا زعفران لاتيه، زعفران يا ربي مقواهم، هذا شو وايت روز، وايت روز واغم عليه، هذا وايت روز غير ممونه، يوز طعمه شوي، هي هي يوز، هذا ابوكم روحه كم يسوال اساوي. شكرا يا ابوي، شو اسمه، منو منو ريال بتاشنا، هادف، مشكور يا هادف، يعني الله يحفظك حبيبي، بارك الله فيك ابو عبد الله، في ذمك لذيذ، هي والله انا طعمت من كل شيء قطره قطره، ما شاء الله لذيذ والله العظيم، انه لذيذ اي والله، في العافيه الشيبه لا يفوتك، وخلالك عيونك عليك رفجه، لا تصير تطعم من كل شيء شوي شوي، ود ود ابوي حق هناك الفريج وايد والله فنان، لا صراحه وين من انت اخذت هذا سبانش لاتيه، شوف اقول لكم ترى ابوي هذا الحين عندهم سياره مثلا موترهم، وعند تم اتوقع انا العلم عند الله انه يعني يوم حد يستوي عنده عزيمه عيد ميلاد عرس ملكه ختان اللي هو حد جاي من الحي ولا شيء، تقول له بتليفون ويجون ابوي في الحوي ويقرون المعازيم كلهم قر، كل حد ابوي يطلب ويعطونه، كان في قيض ولا شتى، وكان ناس كشات كم وايدين جايين، ولا مثل فريجنا احنا الحين هني في شويهات وقت العطل وقت المناسبات، يدقونهم تليفونيون يجلسون ساعتين ثلاث اربع ويقرون المفرخه للبنيات والكبار والصغار، كل حد ابوي بقلاصه، فجميل ولذيذ وفنان، ليش لا يعني زين. بنصور لكم عشان عشان عباره هاي عن هاي مرقه اللحم مساعي اللي تشوفونها زين، وهذا العيش الابيض، وهذا ابوي فوق الطيور مساعي اللي روينا كان يا في العافيه زين، في العافيه، وهذا ابوي براته، هذا شوف الله عليك، ها مرقه الدياي، الدياي مشواي، شوف الله عليك كيف عنه، كيف عنه بسرعه بهلال، ايوه هي، لكن عاد هذا ابوي اللي وصي عليه الدكتور، قال لك ما بصور الا المميز، ما بصور الا الشيء الزين، ها هاي يوم شوف فندوه مساء شو كانت، ها اقول لكم حمد تدوه، شوف شوف الله عليكم، شوف الانبوي، ايوه هم لحم الطير مذكور في القران، هي نعم والله مذكور، ولحم طير مما تشتهون، هي والله في الجنه سبحان الله، ليكون بعد اللي ياكل في الدنيا ما ياكل في ما ياكل، لا ياكل الطير في الجنه في الدنيا ما ياكلها في ما ياكل في الاخره، يقولون مثل الزعفران وان اللي يتروحها في الدنيا ما بيروحها في الاخره، شو ما اقول لكم الويمي اليابسه ضروري يحطون في الفوقه ثلاث حبات، وحده يخلونها شي كمله داخل، وهنتين يظهرونهن يمردونهن ويا شويه المروق، وحنشوفوا العيش كل ريحه لهم يابس، وتضرب في خمره الراس ريحته طح ما زينه، نعمة يبا الحمد والشكر اللهم لك الحمد، من يخف ابوي هي شي ابوي ماخذ جسمك تحرمته، ها ابوي ها لازم الويمية، الويمية اليابسة، ها الويمية اليابسة يحطونها، ها يحطون بليح صغيروني، ها يحطون شوي ونتعيش، هذا روحه الويمية اليابسة اللي من غير حد من العرب يفرونها على يم، زين ليش طابخينها؟ سمانديقة اسم والله يا ابوكم ينهى طول العمر، طعم اللومية اليابسة في العيشة، حمد العرب ما فينا ما داني لا داناك الريح، تعال من يسوي براته؟ طبع وين طبع عليكم سوي؟ من الطباخ يريد؟ طبع طبع ما بنت خيبة بارك الله من تفض بكبرك، ها متوه من يسوي براته؟ طبع وانت شو سويت؟ شو سويت انت اليوم؟ لا ما سويت بس انت فورمان ايوه بعد شو اسم ماما؟ رقية رقية؟ رقية رقية وبابا؟ كرفية متو ولد كرفاية أيوه. وانا متو ولد كرفاية أيوه.
رقاية كرفاية. إيه ماما رقاية وبابا كرفاية. أيه. واستويت أنت. سبحان الله. هذا طباخ؟ وينه؟ السلام عليكم. ها من وين باب مالك مرزوق؟ كم معاش؟ كم سلاري؟ بيسا كم يعطيك أرباب؟ 1200. 1200 فضل خلي ولي تعال.